معي على الهاتف في نجمنا الكبير كابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق ومدربنا الكبير. كابتن خالد مساء الفل. مساء الخير يا محمد. كابتن خالد، صدمه اهلاويه؟ لا مش صدمه. انت والله جميل يا محمد. لا صدمه مش صدمه ولا حاجه. لا هي مش صدمه، بس هي نتيجه عكس التوقعات منها. ما عشان كده صدمه، يعني الجمهور اول ما توقعش لا نتيجه ولا اداء برضو كده كابتن خالد، يعني اللي صدم الجمهور اكتر غير النتيجه. وارد الاهلي يخسر يعني يبقى كويس والفرقه اللي قدامه كويسه والاهلي يخسر. هي. هي. لكن الصدمه الاكبر عند الجمهور ان الجمهور حاسس ان الفريق وحش قوي، ما عملش اي حاجه طول الماتش، ولا كورنر يا كابتن خالد، ولا هجمه الالتحامات ولا كلها فرصه، ولا فرصه، ولا كورنر يا كابتن. 90 دقيقه الاهلي ولا كورنر. ما فيش اي تواجد هجومي، وهي دي يعني طبعا في الاول. بس انا بقول مبروك لنادي الزمالك الفوز على بالماتش والفوز بلقب السوبر الافريقي. قدوا مباراه كويسه. لما نيجي بس نتكلم، لو هنتكلم فنيا يا محمد، الفرقتين يعني الماتش على المستوى الفني انا اقدر اقول عليه اقل من المتوسط من جانب الفريقين. النادي الاهلي لو هخصه بالكلام، اول مره انا اشوف النادي الاهلي كل المميزات اللي لعبته بتتميز بيها من ناحيه السرعه والقوه التركيز والروح والالتحامات والفوز بالكرات المشتركه، كل ده ما كانش موجود. زائد ان كل اللعيبه اللي كانت موجوده بعيده جدا عن مستوى الفني. انت ممكن في اي ماتش ممكن تلاقي اتنين لعيبه مثلا في وسط الفرقه مش في مستواهم الكويس والباقي بيأدي. انما العجيب ان انت لما تلاقي ال 11 لعيب وحشين، وده بيدل على ان سوء الاعداد النفسي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي قبل المباراه. الاعداد النفسي للمباراه، ويمكن انا في مداخلات كتيره قبل الماتش قلت كفت على الورق كفت النادي الاهلي اربح، ولكن العبره بما يبذله اللاعبون داخل الملعب يوم المباراه من تحركات، من سرعه، من اداء، من سمات اراديه. كل الكلام ده تفوق فيه نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك تفوق في السمات الاراديه، في الروح، في الجري، في السرعه، في الالتحامات. كل ده كان واضح ان نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك عندهم ايه التفسير يا كابتن خالد؟ يعني اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط وشفناه، لكن ايه التفسير؟ يعني الناس جمهور الاهلي مش لاقي سبب ان بيرسي تاو ما جاش، وان حسين الشحات ما جاش، وان اسامه ابو علي هداف المسابقه ما جاش الدوري، وانه نص الملعب مش موجود، وامام مش موجود، واكرم مش موجود، ومروان، والطرفين تحت الظاهرين يحيى عطيه الله اللي كان مكسر الدنيا في افريقيا الماتش اللي قبليه مش موجود، حتى عمر كمال لما نزل مكان هاني مش موجود، السردباكين اخطاء، حتى الشناوي تحس ان هو مش في مستواه، وكان بيلعب برجليك كذا كره اللي غلط فيها والكره بتقع منه. يعني ايه السر يا كابتن خالد؟ الجمهور الاهلي مش لاقي سبب للتراجع المخيف ده. يعني عارف حضرتك مثلا انت كنت في التوب فورم قدام الجمهور، فجاه بقيت في القاع فورم، يعني ايوه ايه السبب؟ يعني ايه يعني في تفسير؟ طبعا في تفسير غير الغرور بقى والكلام اللي هو خارج الاطار الملعب. لا، نمره واحد الثقه الزياده. قبل الماتش كان كل التوقعات رايحه للنادي الاهلي ان هو يكسب الماتش ويكسب البطوله. تمام. يمكن الكلام ده واللعيبه كانت حاسه بكده. خد بالك، ما عرفت هتسمح لي اناقشك ولا لا؟ بس اكمل. طيب اكمل فضل. وناقشني يا ريت. انت عارف انا ببقى سعيد قوي لما بتناقش معاك. الله يخليك يا كابتن خالد. في نقطه مهمه جدا يمكن الجماهير ما بتحسهاش. لعيبه الكوره لما بتنزل، لعيبه الاهلي قدام الزمالك او وات ايفر قدام فرقتين بيلعبوا بعض بغض النظر عن مين، كل لعيب بيبقى عارف ان هو امكانياته، انا امكانياتي اقل من اللي بلعب قدامه، او امكانياتي احسن من اللي بلعب قدامه. فواضح ان لعيبه النادي الاهلي كان عندهم ثقه عاليه جدا، وكانوا متاكدين من خلال العرضين بتوع نادي الزمالك اللي لعبهم في بطولة افريقيا قبل الماتش. كانت لعيبه النادي الاهلي عندها قناعه وعندها ثقه زياده عن اللزوم ان هم هيكسبوا الماتش. ومن هنا جه التعامل السيء من الجهاز الفني مع اللاعبين في اعدادهم نفسيا للقاء. يعني كان في كلام لازم يتقال للعيبه ان ماتشات الاهلي والزمالك ليها مقاييس ومعايير خاصه. ده تقصير من الجهاز؟ طبعا يعني التهيئه دي شغل الجهاز.
التهيئه، تقصير من الجهاز في الاعداد النفسي قبل الماتش اللعيبه، وتقصير من اللعيبه اللي نزلت جوه الملعب وما ادتش حاجه خالص. بس اسمح لي يا كابتن اقول اختلف مع حضرتك لسبب. لعيبه الاهلي المفترض ان هي خاضت مباريات زي دي اللي هي الحاسمه يا كابتن على القاب كبيره في اخر سنتين ثلاثه كتير. تمام. يعني لعب قدام فاينل الترجي ولعب فاينل الوداد وقابل كاس عالم انديه سيمي فاينل ولا برو على البرونز ولعب كاس مصر قدام بيراميدز فاينل ولعب السوبر قدام معرفش مين يعني وكسب الزمالك يعني في كاس مصر في النهائي. يعني الاهلي لعيبه الاهلي مدربين يا كابتن على ان هم ازاي يبقوا محافظين على تركيزهم وخاضوا التجارب دي كتير وكان كتير في التجارب دي كلها كان بيبقى الاهلي يتقال انه هيكسب وافضل وبيكسب وبيبقى افضل يعني كانوا مركزين. ليه المره دي بالذات لعيبه الاهلي خرجت عن هذا الاطار اللي هم واخدين عليه؟ ده الاهلي يا كابتن اخر سنتين بيلعب فاينل كل شهرين او بياخد بطوله كل شهرين يعني تمام. يعني هم مروا بده كتير جدا 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 فالمفترض مدربين لا من غير ما مدرب يتكلم وغير حاجه اللي يخليهم يفكوا. هل يا كابتن فعلا زي ما بيتقال بقى ونتكلم كلام بصدق يعني هل زي ما بيتقال انه مش انه قصه انه ما فيش مدير كوره عملت كده خلت في نوع من شويه تراخي او شويه اللعيبه مش يعني كان مدير الكوره بيبقى ليه دور في لم اللعيبه والضغط عليها والتنبيه وزي ما عمل كده الزمالك في فكره ان هو يرفع من روح لعيبته وانه يعمل لهم فيديوهات تحفيز هل بصراحه يعني هل غياب هذا المنصب الشهر الاخير ده له تاثير سلبي على حاله لعيبه الاهلي؟ ده اول سؤال يعني حضرتك لو تجاوبني عليه. هل رايك كده زي ما الناس بتقول وانه لازم يرجع تاني مدير الكوره مفيش حاجه اسمها مدير فني يعني يبقى هو مسؤول وياخد كل الصلاحيات بهذا الشكل؟ لا هو في النادي الاهلي ما ينفعش يكون مدير فني واخد كل الصلاحيات كده واخد ده اللي حاصل دلوقتي. ما هو ده ما ينفعش. وجود منصب مدير الكوره مش عشان الهزيمه دي او الماتش، لا هو وجود منصب مدير الكوره بشكل عام هو مهم لان مفيش مدير فني اجنبي في تفاصيل صغيره مش هيقدر يلم بيها او يعرفها. الكلام اللي بيتقال جوه اوضه اللبس، هزار اللعيبه مع بعض، مظبوط، قصه سهر، السوشيال ميديا حفلات. وكل الكلام هو مش هيحس بيه لو موجود مدير الكوره هتلاقيه جايب اللعيب اللي شافه على السوشيال سهران او عنده حفله. اكيد مدير الفني مش هيشوف الكلام طبعا، وهيتابع اللعيبه في بيسهروا ما بيسهروش، بيروحوا امتى، مواعيد نومهم، كل الكلام ده مدير فني اجنبي مش هيقدر. يعني حضرتك مش مع قرار ان يبقاش في مدير كوره؟ لا طبعا انا لازم يكون في موجود مدير كوره، ولكن المشكله هنا ان كولر هو مش معترض على اي يعني من سيشغل هذا المنصب، مين اللي هيبقى مدير كوره، هو معترض على المنصب اساسا ان مفيش حاجه اسمها مدير كوره في بعد أوروبا. سنتين يا كابتن خالد يعني سنتين تركيبه الجهاز كده كسب الاهلي كل حاجه في السنتين اللي كان فيها تركيبه الجهاز بهذا الشكل. هل قال كده بعد سنتين وهل الوسط المناخ بتاعنا والمنتاليتي بتاعت اللعيب بتاعنا والنادي الاهلي نادي كبير ولجنه التخطيط فيها نجوم كبار والكابتن محمود الخطيب طبعا من الاساطير وكل الكلام اللطيف ده، فهل كانوا يوافقوا له؟ يعني برضه هو الراجل ممكن يكون في اوروبا مفيش كده، بس عندهم حاجه اسمها مدير رياضي للنادي وعندهم حاجه اسمها مدير رياضي. في مدير رياضي و600 واحد في الجهاز في الجهاز يا كابتن، يعني الجهاز يعني مليان ناس ومعد نفسي وطبيب نفسي ومعد ما اعرفش ايه، يعني عنده ناس تقدر تأدي الدور ده. انت عارف هو اعتراضه على المنصب ده ليه؟ الجزئيه المهمه بالنسبه له واللي مخليه مش عايز يكون موجود معاه مدير كوره. انت لما يكون في مدير كوره ومدير فني تمام ولعيب غلط، موضوع الخصومات مين اللي بيخصم من اللعيب؟ اللائحه لا انا ولا موجوده هو. مين لا مين اللي بياخد قرار الخصم؟ مدير الكوره يا كابتن بينفذ اللائحه. هو مش عايز دي بقى. ايوه بس انا كمدير كوره يا كابتن خالد، لا انا بكلمك على كولر دلوقتي. هو مش صح يا كابتن، ما انا هو كولر الكرة. هو عايز يبقى هو الامر الناهي في الفرقه. طب يعني في ثواب هو، في مكافآت هو اللي يقولها، طب في خصومات هو اللي يقولها برضه، ده اللي يعمل تضارب مع مدير الكوره. مدير الكوره بينفذ اللائحه وان خرج بره اللائحه بيرجع للمدير الفني ولرئيس النادي. لا سيبك من اللوائح، موجوده ما حدش هيخرج براها سواء مدير كوره او مدير فني، اللائحه موجوده كله بيمشي عليها. انا بتكلم مين اللي في ايده. ممكن مدير الكوره دلوقتي يجي لعيب عمل غلط فيخصم منه فلوس، كولر مش عايز يخصم منه.
عايز يتكلم معاه ويوجهه. وهل المدرسه دي صح يا كابتن خالد مع اللعيب المصري او في الدوري المصري؟ لا مش هو دي بقى على حسب دماغ الراجل اللي هو كولر دون، وعلى حسب استجابه اداره النادي ليه بعد سنتين يعني. يا كابتن خالد من النجاح، ما هو النجاح ده ما بيتمسكش عشان مدير كوره يبقى الفرقه بتنجح. لا هي برضه مش مبدا، انا بتكلم يعني كتركيبه يعني، يعني كتركيبه ماشي نجحت كتركيبه جهاز نجحت تمام. ولكن سيبك من كل الكلام ده، لو لعبت النادي الاهلي يا محمد نزلت الملعب كل واحد ادى اللي عليه صدقني ولا كنا هنتكلم. ما هو سيادتك كنت لعيب كبير عظيم، وانا يعني اتفرجت عليك ومدرب كبير وعظيم ومحلل كبير وعظيم، وعارف انه ان خروج اللاعبين عن هذا التركيز سببه انه ما فيش زي ما حضرتك قلت كده ان الجهاز ما هيقش اللعيبه، يمكن ده شغل مدير كوره. ما عشان كده انا بسال يعني ايه الجهاز ما هيقش اللعيبه يا كابتن لماتش مهم زي ده؟ مش فاهم يعني ايه. لا يعني في خلق الدوافع الجديده بيخلق للعيبه، ده شغل مدير فني مش مدير كوره. خد بالك مدير الكوره برضه عشان الناس تعرف ايه هي المهام او وظيفه مدير الكوره. مدير الكرة ليه وظائف محددة ما يقدرش يخرج عنها. تمام. هو مش مدير الفرقة يعني. بس يقدر يقعد مع اللعيبة ويتكلم معاها. في النواحي الإدارية. لا مدير كرة من ناحية اللوائح والنواحي الإدارية وحجز الأوتيلات والسفريات والأوتوبيسات وكل واللوائح وكل الكلام. والالتزام من اللعيبة بره الملعب وجوه الملعب وكل الكلام ده. بس لما بيكون بقى في لعيب بيظهر بقى في السوشيال ميديا كتير. تمام. بيروح المدير الفني بيقول له ده بيحصل كذا كذا. مين اللي بيروح بقى؟ مدير الكوره يروح المدير الفني. طب لو مدير الكوره مش موجود مش حدش هيروح؟ لا ما هو في يعني ايه ما حدش هيروح؟ يعني هو الراجل هيعرف منين؟ لا ما هو في سامي ومصانع هما وموجود قائم باعمال مدير كوره. انا خد بالك انا اسئلتي بص يا محمد دي بس هقول لك حاجه. دقيقه واحده. اتفضل يا كابتن. ما هو النادي الاهلي ما ياما كسب بطولات وما كانش فيه مدير كوره، كان فيه قائم باعمال مدير كوره. تمام. وحسام البدري كان مدرب عام ومدير كوره. بس يا كابتن وقتها يا فندم ما كانش محمد السوشيال يوسف نفس القصه. وقتها ما كانش السوشيال النهارده اي لعيب يسهر مثلا يروح يفتتح ما اعرفش محل ولا حفله. ما هو إيه؟ اللي بتفرق بقى في النقطه دي يا محمد اللي بيفرق نوعيه اللعيب. سيبك من السوشيال ميديا، نوعيه اللعيبه. انا ممكن ابقى حواليا نار جهنم وانا زي ما انا. تمام. انت هي نوعيه اللعيب اللي بتفرق. يعني الجيل اللي كان ابو تريكه ووائل جمعه الجيل دون اللي كان مع جوزيه وحسام البدري كان بيشتغل قائم باعمال مدير كوره. تمام. ما كانش فيه مدير كوره، وفي الوقت ده حسام ما كانش يقدر ياخد اي قرار غير لما يرجع لمانويل جوزيه. تمام. تمام. بس اللعيبه كانت عارفه ايه اللي عليها وايه اللي ليها. تمام. وعارفه بتتصرف ازاي. اذا افهم من حضرتك انك بتقول مش غياب مدير الكوره السبب، لكن المنصب ده لازم يبقى موجود. بالظبط كده. لكن مش ده السبب في الحاله اللي السبب في هزيمه النادي الاهلي مش ده، هو الاداء تراجع المستوى الفني للعيبه جوه الملعب. طب انا بنقل لك راي الناس او اسئله الناس يا انا كابتن خالد. تمام. الجمهور الاهلي برضو شايف بدا تاني يرجع لفكره انه اللعيبه اللي مشيت ما جاش تعويض ليها. هل ده ليه تاثير؟ يعني قال لك احمد عبد القادر لما مشي، عبد المنعم، ديانج، يعني قالوا بعض الاسماء اللي مشيت ما جاش تعويض ليها سواء في نص الملعب لديانج او على الطرف اللي هو وينج زي احمد عبد القادر، بجانب بقى في ناس شطحت لغايه حمدي فتحي اللي من سنتين مشي وعبد المنعم طبعا والناس دي. هل فعلا ده سليم انه الاهلي ما جابش الصفقات اللي تعوض اللي مشي، بجانب حتى لو اللي مشي دول فضلوا موجودين؟ الاهلي دايما بيسعى للتطوير لانه ينافس سنويا على البطولات، يشارك في بطولات اكبر زي كاس عالم بقى بشكلها الجديد، فكان الجمهور منتظر صفقات اكتر من كده واكبر من كده. هل فعلا الاهلي عنده في دي في النقطه دي يحتاج لصفقات اكبر او اجدد او زياده عن الاربعه اللي جم حتى الان؟ في النقطة دي هما ثلاث حاجات. أول حاجة النادي الأهلي جاب صفقتين كان محتاجهم في مراكز أشرف داري ويحيى عطية الله. بالظبط. أشرف داري مكان محمد عبد المنعم ويحيى عطية الله عشان علي معلول مصاب. فده صفقته مش أي اتنين لعيبة منتخب مغرب رابع عام. مظبوط. فدي حاجة تمام. بالنسبة بقى نمرة اتنين، هو مش بقى إن أنت تجيب صفقات مكان اللي مشيوا، لا هي الصح اللي يتقال ان في لعيبه ما كانش المفروض ان هي تمشي اصلا. يعني واحد زي احمد عبد القادر بدل انا ما امشيه
واقول انا عايز اجيب حد يبقى بديل ليه، طب انا مشيته ليه؟ ما كان يقعد. واحمد احسن من ناس كتيره موجوده. تمام. فدي تاني حاجه. تالت حاجه النادي الاهلي محتاج تدعيم في مركز واحد اللي هو مركز راس الحربه. النادي الاهلي لازم يجيب راس حربه على مستوى عالي بمواصفات خاصه من ناحيه السرعه والقوه والالتحامات وشكل تاني غير اللعيبه اللي موجوده، غير شكل وسام وغير شكل كهربا، حاجه تانية، ستايل تاني. فلازم، لان النادي الاهلي هيشترك في بطولات قويه جدا. تمام. محتاج ان هو تدعيم في الحته دي. بتقول لاحمد ما كانش يمشي احمد عبد القادر، يعني لو موجود احمد عبد القادر في مباراه زي دي في تغييره كان يفرق؟ يفرق طبعا. طيب بس هيفرق في حاله واحده، مش بالكلام، بالاداء، لما ينزل يأدي. تمام. انا فاهم طبعا. انت ممكن تنزله برضه يبقى يأديش. شكله زي اللعيبه او ما يأديش. طب انا خطر على بالي دلوقتي من كام يوم لما كنت بتكلمنا كابتن خالد من اسبوع. أيوه. ووجهت رساله لامام عاشور. ايوه. وقلت لي انه امام اللي انا عايز اقول رساله لمين، فانت قلت لي هقولها لامام عاشور وبقول له خد بالك لانه امام بعيد. تمام. وشبه حضرتك بتحذره يعني ان انت في الاخر. أيوه. ممكن هل ممكن نتفاجئ ان امام عاشور يعني يبقى بره تشكيله الاهلي الفتره الجايه بعد الاداء اللي بيأديه اخر مباريات، خصوصا ماتش القمه كان بيعول عليه كتير وما اداش برضه؟ هل الاهلي كان محتاج لعيب في الحته دي في نص الملعب مع امام وقفشه، يعني يبقى على الاقل اللعيب اللي بيلعب حاسس انه فعلا في ظهره لعيب؟ فارجع لصفقه بن رمضان، راي حضرتك ايه؟ هل امام ممكن يقعد؟ وهل كان افضل تيجي صفقه زي بن رمضان؟ شوف انا بالنسبه لامام من قبل الماتش، لان انا متابعه من اسبوع، انت قايل لي من اسبوع هو كان لازم يقعد. يعني هو هيقعد، هو خلاص يعني هو هيقعد. انت متوقع حضرتك عشان كده؟ طبعا، عشان تبقى قرصه ودن ليه ان هو يرجع، لا اما يرجع بمستواه المعهود اللي احنا عارفينه عنه واللي هو جه النادي الاهلي عشانه. او لا، فاي حد هيلعب يبقى احسن منه. وبعدين انت خدت بالك بعد الماتش المناقشه بينه وبين قفشه والكلام اللي حصل شويه كده، ما هو قفشه دلوقتي ما بيلعبش عشان امام موجود وبيلعب. طب يا عم امام هتنزل مش هتأدي، يبقى انا اللي العب بقى. ما هو ايه يعني، هتيجي ازاي غير كده يعني؟ يعني هو مش هيحجز مكانه وهو وحش. امام ليس له اي انتاج داخل الملعب، مش الماتش اللي فات بس واللي قبليه واللي قبل من 6-7 ماتشات. تمام. بيجري كتير وبيتحرك، مفيش انتاج، ما تفتكرلوش حاجه. ولاعيب نص الملعب اللي ما تفتكرلوش حاجه في الوقت اللي هو لعبه، يبقى ما ينفعش يلعب في فرق كبيره زي الاهلي او الزمالك. يبقى زي قلته. مين تقول، مين ممكن تقول لي يا كابتن خالد الماتش الجاي اتحداك هتلاقيه بيلعب بفلان مكان امام؟ يعني مين في الوقت على الدكه؟ هل قفشه؟ هل عمرو السوليه؟ هل عمر الساعي؟ والله في انت كوكا. قلت ثلاث اختيارات، اولهم قفشه، اولهم قفشه، تانيهم عمر الساعي، تالتهم عمرو السوليه. وعمرو لازم برضو يلعب، عمرو من اللعيبه الكويسين واللعيبه الخبره. تمام. بس عمرو مكانه مش مكان امام، مش في الحته القدامانيه. عمرو يلعب في بالظبط، ولكن لازم يشترك ولازم ياخد، ما ينفعش ان هو يبقى بعيد كده. لان عمرو من اللعيبه الكويسين، لعيبه خبرات كمان كبيره طبعا في ماتشات زي دي، خبره كبيره جدا. وفي النقطه المهمه بقى الشخصيه الكويسه، الشخصيه اللي بتفهم. عمرو لو في نص الملعب في ماتش زي دي الفريق مدون كده يا كابتن، عمرو قائد في نص الملعب، اللعيبه كلها خد بالك كلهم صغيرين في نص الملعب، يعني مروان واكرم وامام كلهم لاعبين صغار في السنين في السن. لعيب زي عمرو كان يفرق معاه. والحاجه اللي عايز اعتب عليها برضو، رامي ربيعه، التصرف بعد ما شاط البينالتي مننا هو بتاع ان هو لا ما ينفعش. عمر كمال عبد الواحد يقول لعيب لسه جديد ومش يعني ماشي، وكان بيلعب في مودرن وبيعمل الكلام ده في مودرن ماشي، انما طبعا ما ينفعش في النادي الاهلي، وبالذات من رامي ربيعه من كباتن الفرقه. الماتش لسه ما خلصش، خد بالك دي كانت علامات ان الاهلي هيخسر. ده اول ركله يا كابتن. يعني علامات، ده اول بينالتي ان الاهلي هيخسر. انت ليه بتعمل كده دلوقتي؟ ما تخلص. وعمرها ما حصلت، لان انا عمري ما شفتها. احتفل زي ما انت عايز. عمري ما شفتها من لعيبه الاهلي بصراحه. طيب. وبعدين ده هما يعني القرعه الشناوي كسبها ان خد الجون اللي هيقف اللي هيتشاط عليه البنالتيات في ظهر جمهور النادي الاهلي. دي قصه ثانيه. يعني مفترض لعيب الزمالك هو يبقى متوتر اكتر. كان مفترض لعيب الزمالك يبقى متوتر اكتر. طبعا انت لما تخش كده الجون قدامك وفانيلات حمراء وجماهير الاهلي
بس لعيبه الزمالك كانوا مميزين بصراحه اكتر في ركلات الجزاء. لكن كابتن لا. كابتن خالد، اخيرا، هل الناس من حقها تتذكر المفاوضات وفكره صفقه ضم محمد علي بن رمضان بعد الاداء بتاع نص الملعب الماتشات الاخيره؟ كان هيفرق مع النادي الاهلي؟ لا يعني مش ما يعني انا من وجهه نظري، لان انا برضو متابعه يعني متابع محمد علي بن رمضان. لا النادي الاهلي فيه لعيبه الشبه ده، يعني النادي الاهلي انت عندك لعيبه الشبه ده، بس انا ما اعرفش اتعلقنا قوي بال يعني عشان الاعلام والكلام عليه كتير وبتاع، الناس يمكن شطت فيه شويه، ولكن لا النادي الاهلي انت عندك لعيبه بنفس الشبه. تمام. ممكن يعني مش هتحس ان ده لازم يجي يعني. تمام. انما انت محتاج راس حربه، محتاج راس حربه لازم يجي. وراس حربه محتاج وينج. لك راس ومحتاج وينج كمان يا كابتن. بس برضو عندك كتير لما الناس هتبقى في حالتها، يعني المنظر اللي شفناه الماتش اللي فات ده انا متهيألي مش هنشوفه تاني. يعني لما بيرسي تاو بالمنظر ده وحسين الشحات بالمنظر ده، وبعدين كولر لازم يبتدي يفكر ماشي يعني لو حته اجنحه. ما هو كهربا اساسا بيلعب جناح، ما بيلعبش راس حرب. مظبوط. طب ما ابتدي اشركه كجناح اشوفه. يبقى يعني انا كل ما الاوراق عندي تبقى كتيره في مراكز لعيبه في مركز واحد، عندي 3-4 ويحصل تنافس ما بينهم، ما اكيد هلاعب الاحسن. مظبوط. واكيد المستوى بتاع اللعيبه هيرتفع. معاك حق يا كابتن، لكن في الاخر فاز من استحق الفوز. طبعا مبروك صراحة. لنادي الزمالك استحقوا الماتش. استحقوا الماتش عشان هم الدوافع عندهم كانت اعلى من لعيبه النادي الاهلي ومن مدرب الاهلي كولر، مستر كولر برضه تغييراته متأخرة ومن مدرب الاهلي وتجهيزاته للعيبه كانت اقل من كل مره وكده. كابتن خالد انا بشكر حضرتك جدا جدا على هذه المداخله.